السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم وانت فرج على قناة بيم اريبيا. والنهاردة هنتكلم على بيم سالري ريبورت. ده تقرير على مرتبات البيم، ده صدر سنة 2020، وهو بيتكلم على متوسطات المرتبات في دول كتيرة. طبعا في مرتبات للبيم مانجر والبيم كوردينيتور والبيم موديلر. البيم موديلر هو بيعمل الموديل، وبعد كده في البيم كوردينيتور ده اللي بينسق بين الاقسام، وبيشتغل بقى برنامج من البرامج اللي بتوجد الكلاشات، ويبعت للشخص يقول له انت عندك كلاش في المكان الفلاني يا ريت تحله. البيم مانجر هو اللي بيدير العمليه، هو اللي بيحط الاستراتيجيه، هو اللي بيحضر الاجتماعات، هو اللي بينظم الشغل، هو اللي بيعمل سبورت للفريق، هو اللي بيقود الفريق. وفي بيم درافتر، ده ممكن يكون بيشتغل كاد مثلا، كاد درافتر. طيب دي متوسط المرتبات. ده اول حاجه في الامارات بالعمله بتاعت الامارات الدرهم، هتلاقي بيقول لك ده طبعا في السنه 250,000 في السنه، يعني اقسمهم كده وشوف هتطلع في حدود 20,000 تقريبا مثلا. الافريج 310,000، الماكسيمم اللي هو يعني الناس اللي هي التوب او الناس الاقوياء في البيم مانجر بيبقى الماكسيمم بتاعه 550,000 في السنه. البيم كوردينيتور هو ب 160 240 310، والموديلر والكاد. خلي بالك ان نفس الشخص ممكن يشتغل كاد درافت، ممكن يشتغل بيم موديلر. مجرد ان هو اتعلم البيم تمام، المرتب بتاعه هيتضرب في 2. فلذلك انا بنصح ناس كتير انها تتعلم البيم، مش لاكتر من هم يستفادوا، وان هم يعني يستغل وقته في ان هو يحسن ظروفه المالية تمام. هتلاقي المرتب تقريبا الضعف. في استراليا طبعا مطلوب البيم جدا في الدول اللي هي استراليا، في بريطانيا وهكذا، في المانيا تبدأ تشوف المرتبات، وكل دولة بالعملة بتاعتها. يعني هنا مثلا اليورو 42,000 يورو في السنة، ده اقل مرتب للبيم مانجر تمام. طبعا انا بقبض اقل من اقل مرتب في الامارات حتى تمام، وهكذا. الدنمارك هي برضه مطلوب فيها العمله بتاعتهم، فنلندا. دي المرتبات في اهم الدول اللي مهتميه بالبيم. في الهند برضه من الدول اللي مهتميه بالبيم، ايرلند، ايطاليا. انا هسيب لكم الريبورت ده اسفل الفيديو، اللي عايز يحمله مجاني هيستفاد منه ان شاء الله تمام. طبعا مفيش تقريبا دول عربية غير الاماراتية اللي موجودة. امريكا هيت 65,000 دولار في السنة، ده اقل راتب، وهكذا.